عقد مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بمناسبة أداء الحكومة اليمين الدستورية وما تضمنته من معاني وتوجيهات سامية، إذ أكد سمو حفظه الله ورعاه بأن قبول تولي المناصب الوزارية أمانة أمام الله وأمام الشعب الوفي، داعيا الوزراء إلى البر بالقسم العظيم بالإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وتطبيق القانون والذود عن حرية الشعب ومصالحه وأمواله وأداء الأعمال بالأمانة والصدق. كما دعا سمو حفظه الله إلى الاهتمام بالقضايا الجوهرية وتطبيق القانون على الجميع وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية وحفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادي والاستثماري ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، داعيا إلى التفاف جميع السواعد لخدمة الكويت الحبيبة وتصفية كل النفوس من أجلها والتعاون جميعا لرفع بنيانها وإعلاء شأنها. وقد أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات سمو حفظه الله واتخاذه لكافة الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين. كما استمع المجلس إلى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي رحب خلالها بإخوانه الوزراء معبرا عن شكره لقبول المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وما يواجههم من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في بذل قصارى الجهود الممكنة لوضع وتنفيذ منهج شامل للإصلاح في جميع نواحي الحياة ومعالجة مكامن الخلل والسعي لتحقيق الآمال والطموحات ولمراعاة الأولويات والارتقاء بالخدمات العامة والالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية والعمل لكل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. كما سجل سمو شكره وتقديره للأخوة الوزراء في الوزارة السابقة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهام مسؤولياتهم، متمنيا لهم وفور الصحة ومواصلة العطاء في خدمة وطنهم في أي موقع. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أخواتي وأخوان الوزراء الأفاضل، لقد تشرفت بتلبية التكليف الصادر من الإرادة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده حفظهم الله ورعاهم بتولي رئاسة مجلس الوزراء. كما تشرفنا جميعا بالثقة القالية لسموهم حفظهم الله ورعاهم، ويسرني في اجتماعنا الأول لمجلس الوزراء وبدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري أن أرفع إلى مقامهم السامي أسمى آيات الاعتزاز والامتنان بالثقة القالية التي تفضل علينا بها في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الغالي. أخواتي وأخواني، لقد عهدت فيكم الكفاءة والإخلاص وما تملكونه من الخبرة الواسعة والسمعة الطيبة، فيطيب لي أيها الأخوة أن أتقدم لكم بوافر الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل أعباء هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي من تحديات وصعاب على مختلف الأصعدة والمجالات، سائلا المولى الكريم التوفيق والنجاح لنا جميعا. لقد أقسمنا جميعا قسما عظيما أمام سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وأمام أهل الكويت جميعا بأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.
لتحقيق تطلعات أبناء الكويت الأوفياء، وإني أؤكد أننا جميعاً سنكون أوفياء لهذا القسم بكل ما أوتينا من طاقة وجهد لكي تظل الكويت الغالية واحة أمن وأمان ودولة قانون ومؤسسات، ملتزمين بثوابتها الوطنية، باذلين الجهد والنفس لمواجهة الأعباء والتحديات، وحريصين على أداء الأمانة العظيمة، مستذكرين دائماً أننا مسؤولون أمام الله سبحانه ثم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهم الله ورعاهم لرفعة بلدنا العزيز. أخواتي وأخواني، انطلاقاً من عظيم المسؤولية التي نلتمسها تجاه وطننا الغالي، فإن من الواجب علينا بذل قصارى الجهد والحكمة لوضع وتنفيذ منهج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة، يبدأ بتحديد مكامن الخلل وحسن التشخيص وتحديد الأسباب ليتسنى لنا الإصلاح والمعالجة على نحو سليم فعال، ولا يأتي ذلك إلا بالدراسة المتأنية لاكتشاف القصور والخلل في الجهات التي يشرف على أعمالها كل وزير ويقود العمل بها، ثم القيام بالتخطيط الواقعي السليم لإعداد برنامج واضح المعالم قابل للتنفيذ لمعالجة هذا القصور والخلل، والسعي لتحقيق الآمال والطموحات ومراعاة هموم المواطنين ومشاكلهم، والارتقاء بالخدمات العامة وتجسيد الالتزام بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية. أخواتي وأخواني، لن أتطرق إلى تفاصيل الأولويات والقضايا التي يجب على الحكومة التصدي لها ومعالجتها باعتبار أن مجال ذلك هو برنامج عمل الحكومة الذي نعكف على إعداده لتقديمه إلى مجلس الأمة الموقر تنفيذاً لالتزام الحكومة الدستوري بموجب المادة 98 منه، والذي نحرص على أن يكون برنامجاً عملياً واقعي يحقق الاحتياجات الفعلية في إطار الخطة المعتمدة للتنمية المستدامة، وأن يكون برنامجاً قابلاً للتنفيذ بموجب آليات عالية الكفاءة، وهو ما يدعو كل جهة لأن تدرك حدود دورها في تنفيذ ما يخصها من مشروعات وفق برنامج زمني محدد وعلى نحو يرسخ العمل المؤسسي ولا يخضع للاجتهادات والضغوط، لكي نعزز هيبة القرار الحكومي ونؤكد المصداقية لترسيخ الثقة المتبادلة مع المواطنين. وأود أن أشير في عجالة ودون التغليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا إلى بعض الأفكار التي أعتبرها من أولويات المرحلة، ومنها ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يكرس هيبة الدولة ويعزز الثقة بالأداء المؤسسي، وكذلك العمل بجدية على حماية الأملاك والأموال العامة ومكافحة الفساد من خلال صياغة نظام عملي محكم يستهدف إيجاد التدابير الواقعية والعلاجية للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام لدى كافة الجهات الحكومية، وتجسيد الشفافية في كل إجراءاتها تحت أعين الجهات الرقابية وبموافقتها، ويجب أن يتضمن الأدوات المناسبة لسرعة المساءلة والمحاسبة لكل مظاهر الاعتداء على المال العام، ويأتي في هذا الإطار تدعيم آليات مكافحة الفساد التي تكفل تأمين التدابير اللازمة لمواجهة كافة مظاهر وأشكال الفساد المالي والإداري، وتكريس النزاهة والشفافية والعدالة.
ويأتي تطوير آليات العمل الحكومي وتطوير الجهاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الكبيرة في دفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة كأولوية، والتأكيد على المفهوم الصحيح للوظيفة العامة بكونها خدمة للمواطنين وتسهيل مصالحهم، وتنفيذ التوجيه السامي بقبول النقد والإسراع في دراسة الشكاوى ومعالجة الأخطاء وتصحيحها، وتقبل الملاحظات والآراء والتفاعل معها بكل موضوعية. أخواتي وأخواني، إن أول توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده حفظهم الله ورعاهم العمل دائما على المحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية فيما يعزز التلاحم المعهود بين أبناء الوطن الواحد، ويترجم التمسك بالمبادئ التي أرسى دعائمها ديننا الحنيف والموروث من القيم الفاضلة، إلى جانب تكريس دولة القانون والمؤسسات في ترسيخ الأمن وإعلاء سلطة القضاء وإرساء الحق والعدل والعدل والمساواة وحماية المكتسبات، وقيام إعلامنا الوطني بممارسة دوره المسؤول لصيانة المصلحة العامة والمحافظة على سمعة البلاد ومكتسباتها الحضارية وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة. كما علينا أن نعمل جادين من أجل تفعيل العمل التنموي وتعزيز اقتصادنا الوطني وتدعيم مقوماته وإعادة هيكلته، هذا بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في مجال الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان فيما يزيل همومهم ويرفع عنهم معاناة ضغوط الحياة ويحقق آمالهم وتطلعاتهم في قد أفضل. إن التعاون والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات ركيزة أساسية للعمل الحكومي، باعتبار أن بناء الوطن مسؤولية وطنية يشارك الجميع في تحملها. أخواتي وأخواني، لقد أرسى الدستور النظام الديمقراطي أخذا بنظام الشورى الذي جبل عليه مجتمعنا، محددا معالم هذه الديمقراطية وثوابتها بنظام الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام المادة 50 منه. وأعمالا لذلك، فقد وجب مراعاة الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في العلاقات بين مجلس الأمة والحكومة، والعمل الجاد على تعزيز هذه العلاقة في إطار نهج يسمح وتكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وتأمين أسباب التعاون البناء وإزالة أجواء التوتر والاحتقان ونزع فتيل الخلافات السياسية وسائر الأزمات المحتملة، بما يضمن في النهاية حسن التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤدي إلى تحقيق وتسريع الإنجاز المنشود، وذلك في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. إن الحكومة تمد يد التعاون مع جميع الأخوة أعضاء مجلس الأمة بنية خالصة وقلب مفتوح ورغبة صادقة للحرص على تعزيز العلاقة الإيجابية بين السلطتين لمعاونة مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، ليتمكن من مساعدة الحكومة في عملها التنفيذي
والدفع بعملية الشراكة الإيجابية والتعاون المنشود بين السلطتين تطبيقاً لأحكام الدستور وتنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم. أخواتي وأخواني، هناك مقومات للعمل الوزاري في مجلس الوزراء يتعين الإشارة إليها، وأبرزها احترام اختصاصات مجلس الوزراء وعدم العرض عليه بما لا يدخل في اختصاصه أو يكون من اختصاص الوزير ذاته أو وزيراً آخر، والإسراع في تنفيذ القرارات ومتابعة هذا التنفيذ باعتباره مسؤولية كل منا، والالتزام بأحكام المادة 128 من الدستور في خصوص إصدار قراراته دون أن يمنع ذلك من الاختلاف في الآراء وتباين وجهات النظر حول مختلف القضايا، وصولاً للرأي الأصوب الذي يحقق الصالح العام والذي يلتزم به جميع أعضاء الحكومة في ظل الحفاظ على سرية متداولات مجلس الوزراء فيما يتناوله من سائر القضايا والمسائل المطروحة عليه محلياً وخارجياً. ولقد سبق أن وجهت الأخ الأمين العام لمجلس الوزراء بإعادة أي موضوع لا يدخل في اختصاص مجلس الوزراء وإجراء المتابعة الجادة لتنفيذ الجهات لقرارات مجلس الوزراء بصفة عاجلة. أخواتي وأخواني، إني على يقين ثابت بأنكم حريصون على بذل قصارى الجهد للقيام بمسؤولياتكم في حمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة التقدم والازدهار لكويتنا الغالية، ولتبقى الكويت بإذن الله دائماً وأبداً موطن الأمن والأمان والرخاء الذي نتمناه. نسأل المولى سبحانه أن يكون لنا خير سند ومعين على تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد رد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على سموه بكلمة عبر فيها باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياهم حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء، معاهدا بالعمل كفريق واحد لتسخير كافة الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها وبذل قصارى الجهد للارتقاء لمستوى المسؤولية والأمانة العظيمة التي يحملونها لتحقيق الآمال والتطلعات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وكل ما من شأنه تحقيق رفعة الوطن العزيز. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظكم الله رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وباسم أخواني الوزراء أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير للثقة الغالية التي أولانا إياها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظهم الله ورعاهما. ولسموكم حفظكم الله مشاركتنا لكم في حمل أعباء أمانة العمل الوزاري في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الغالي، حيث أن خدمة المواطن شرف لنا وأمانة بأعناقنا. وإننا يا سمو الرئيس قد أقسمنا أمام الله عز وجل ثم عاهدنا حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما وأهل الكويت جميعا أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، ملتزمين ومتمسكين بأحكام الدستور الذي نعتز ونفتخر به، ومحترمين قوانين الدولة من أجل الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. فإننا نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم نعاهدكم بالعمل كفريق واحد لتسخير كافة الطاقات لمواجهة تحديات هذه المرحلة واستحقاقاتها، وأن نبذل قصارى الجهد للارتقاء لمستوى المسؤولية والأمانة العظيمة
التي نحملها لتحقيق الآمال والتطلعات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله وأنواعه لتحقيق غد زاهر لوطننا المعطاء. حفظ الله الكويت وشعبها الوفي في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد الأمين، حفظهم الله ورعاهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.